سقطت الرهانات على أن تقوم محكمة العدل الدولية بإلزام ألمانيا بمنع تصدير السلاح لإسرائيل مؤقتا. أولا، نيكاراغوا كانت قد تقدمت بالقضية في مارس، وعقدت المحكمة جلستي استماع استمعت فيهما إلى ألمانيا ونيكاراغوا، وكان طلب نيكاراغوا واضح، هو تدابير وإجراءات مؤقتة تمنع ألمانيا من تصدير السلاح وأن تعيد ألمانيا تمويلها للأونروا. لكن المحكمة اليوم قالت بأن ليس لديها صلاحيات تمنحها أو تؤهلها لمنع ألمانيا من تصدير السلاح إلى إسرائيل. وبالنسبة لموضوع الأونروا، قالت المحكمة بأن التمويل طوعي وغير ملزم للدول. ولكن القضية هذه، هذا جزء من القضية، الإجراءات التقييدية أو التدابير المؤقتة العاجلة والطارئة جزء من قضية أكبر ستبقيها المحكمة وستنظر فيها، ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل وقد يمتد إلى سنوات طويلة لتدرس المحكمة إذا ما كانت ألمانيا قد سهلت ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة كما دعت ذلك نيكاراغوا. لكن هناك إحباط كبير في أوساط عديدة، خصوصا في المجموعات المؤيدة والمتضامنة مع فلسطين، كانت تأمل بأن يكون هناك قرارا بمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل أو على الأقل تقييد السلاح إلى إسرائيل. ولكن في المقابل كانت هناك ضغوطات كبيرة من الدول التي تصدر السلاح، ولو كان القرار على عكس ذلك لكان يعني بكل معنى الكلمة تاريخي، لأنه يمكن أن يشكل سابقة قضائية وبالتالي تنسحب هذه القضية على باقي الدول التي تصدر السلاح على إسرائيل. ولكن الحقيقة أن كل من تحدثت معهم سواء من الذين أتوا للتضامن أو من القانونيين الذين حضروا وواكبوا الجلسة ثمة إحباط. هذه الجملة سمعناها كثيرا طوال هذه الحرب، أن المحكمة، سواء كنا نتحدث عن محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها محاكم ليست بذات اختصاص سلامة. يعني لماذا تقبل المحكمة أن تستلم طلب الدعوة بالأساس إن كانت ليست أهلا للنظر فيها أو ليس لديها اختصاص لاتخاذ إجراءات وفق ما طلب في هذه الدعوة من نيكاراغوا بالأساس؟ لماذا إضاعة الوقت؟ لماذا عقد جلسات والاستماع إلى الطرفين ومن ثم تخرج المحكمة وتقول يعني نحن لسنا بأهل الاختصاص أو ليس لدينا اختصاص للنظر في هذه الدعوة؟ المحكمة من الناحية القانونية ملزم بالنظر وبالدراسة ومن ثم بالفتوى القانونية إذا ما كانت صاحبة اختصاص أم لا. ولكن للتوضيح وللتدقيق، فإن عدم الاختصاص هو يتعلق بالتدابير المؤقتة والإجراءات العاجلة، ولكن ليس متعلقا بالقضية بشكل عام. لم تسقط القضية بشكل كامل من أدراج ومن أمام محكمة العدل الدولية، ولكن تبقيها. وهذه أيضا ما تحدثت فيه هو من المآخذ المهمة على هذه المحكمة التي تأخذ صيغ أقرب إلى الصيغ السياسية. والأغرب من ذلك أنه المحاكم بشكل عام في الدول الغربية، في الدول الديمقراطية على وجه التحديد، لا يجرؤ أحد من السياسيين أن يعلق على قراراتها، بينما هذه المرة سواء فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية ثم الضغوط علنية وواضحة بل وفاضحة كما يقول البعض من بعض الدول تمارس على الدول.